سي نجم الدين الفياضي رئيس فرع كرة السلة فتيات النادي الرياضي الصفاقسي. الفريق قادم على بطولة عربية، شانس كبيرة ظهر لي. كيفاش كانت التحضيرات وكيفاش باش تتواصل البطولة هذه؟ والله التحضيرات بدات تو عندها شهر تقريبا. اول حاجة عملناها جددنا لي كونترام نتاع لي جوريت وانتدبنا بعض اللاعبات منهم فاطمة بن محمود، ورجعنا ثريا العدسي اللي ما لعبتش معنا عام ناول، جددنا لسامة النصرية. بمناسبة الكأس الأفريقية هذه تم تعزيز الفريق، الكأس العربية سامحني، تم تعزيز الفريق بلعبة من نجم الرياضي الساحلي اللي هو فالو بيري، وعملنا زوز انتدابات خارجية اللي هما لاتيا ويليامز من الولايات المتحدة الأمريكية وأنا بوتشيك من مونتينيغرو. قمنا بتربص تحضيري في مدينة سوسة دام قرابة الأسبوع. لونترينمون كان صباح وعشية وعملنا فيه 3 ماتش اميكو. فرع كرة سلة في نادي الرياضي الصفاقسي يجي يلعب كان على الألقاب، ماشيين غاديك إن شاء الله نجيبوا البطولة العربية ونجيو بها الله. معناها الناس كل مجندة، الحق نتاع ربي الناس كل مجيدة، هي مديرة كاملة مجندة من رئيس الجمعية، الأمين المال، نائب الرئيس، السي ناصر نجاح، السي ياسين بن طاهر، الناس كل متجندين وإن شاء الله ربي معنا. لعبت كرة سلة، قبل لعبت في الأمر الرياضي بالوطن القبلي، وصني هاني مع النادي الرياضي الصفاقسي إن شاء الله العام مبروك. كيف تشوف تحضيرات الفريق ومدى جاهزيته للعب البطولة العربية لنادي البطل؟ والله حضرنا بالكدي، قموا بالتمارين صباح وعشية ومع الجروب الكل إن شاء الله مع الإطار الفني. ان شاء الله بطولة عربية، ان شاء الله بقدة ربي نروحوا بالبطولة ان شاء الله. فما بيت جدد يعني جايو للجروب، اقلمنا الكل مع بعضنا بالحق. معناها انا واحدة من الناس هاني اول عام في النادي الرياضي الصفاقسي، لقيت روحي كاني نعرفهم عندهم برشا، عندي برشا، واحنا بالحق معناها كاين عائلة، وانا فرحانة برشا انتميت للنادي الرياضي الصفاقسي. لاتيا ويليامز، first of all welcome to Sfax and welcome to Tunisia. Thank you. First of all, I would like to ask you about the ambience in this group. How did you find the ambience in this group? It was wonderful. Coach Racine reached out to me and he remembered me from playing with Angola in 2014 in African Championship. About your integration into this group, you know, there is a big difference between American and Tunisian tradition in basketball. So how was your integration into this group? Oh, it's a big adjustment. We're still adjusting, but it's going to take time. But I'm positive that we'll come out champions at the end of the tournament. وفي روبيري لعبت نجم الرياضي الساحلي والمنتخب الوطني التونسي. انتدبني نادي الرياضي الصفاقسي لتعزيز الفريق لتحضيرات البطولة العربية بلبنان. إن شاء الله نكون في المستوى ونقدم الإضافة للفريق. نحب نشكر نادي الرياضي الصفاقسي والنجم الرياضي الساحلي على العلاقة الطيبة اللي بيناتهم. شرف لي أنا كبير برشا اللي نكون مع نادي الرياضي الصفاقسي. كيفاش تشوف تحضيرات الفريق وكيفاش تشوف جاهزية الفريق استعدادا للبطولة هذه؟ الفريق بقدرة ربي يكون حاضر
مونتالمون فيزيكمون للبطولة هذه. إن شاء الله يكون أول تتويج لنادي الرياضي صفيق سنة الموسم الرياضي. أنا ويلكم تو تونسيا أند ويلكم تو صفاق. Thank you very much. Would you present yourself to the public? Yeah. I'm Ana Pocek. They maybe know it already. I'm coming from Montenegro. I came in Sfax to help them for Arab Championship. This is my third Arab Championship and I was the second place, third place, and I hope now I'm going to be first. I'm going to take the champion. Good. So, you know, Ana, you are here with the Sfaxian team to participate in the Arab Championship. And this is the goal. Are you ready to reach this goal? I'm always ready. I'm for the big things. I speak about the team. About the team. I loved it. I'm here like 7 days and I love them. They're so more than welcome for me. They're nice girls. The coach is more than nice. Everything is great. I feel like I'm here already 1 year. ايمت قبل الشيونس نتاع البطوله العربيه للانديه البطله كان تحكي لنا على البرنامج نتاع تحضيرات نادي الرياضي صفاقس. كل شيء مرحبا بكم ومرحبا بالجماهير نادي الرياضي صفاقس الكل. كملنا التحضيرات نتاعنا في سوسه، عملنا ترو ماتش اميكال اللي كانوا تري امبورتون. انا شارجي لاغريسيفيتي مع الاولاد، ما لعبناش مع البنات، كانوا بينيفيك للبنات سيرتو ابروبو دو جو كوليكتيف، سيرتو في الانتيغراسيون تاع لي جوار الاجانب، كيف كيف الجوار اللي كانت باش تعززنا زيد وفاء لوبي اللي كانت الانتيغراسيون تاعها ساهله في اللي هي ايكيب ناسيونال، وتعرف لي جوار تاع نادي الرياضي الصفاقسي وبريسك جوار باش نجم تعاوننا بالكدا. التحضيرات نتاعنا مازالت باش تتواصل في صفاقس، ان شاء الله عندنا زوز مقابلات وديه كيف كيف باش يكونوا مع الاولاد. تعرفوا بطوله عربيه نجم نقول لكم زاد نيفو اخر في لي ريكروتمون الكبار اللي قاعدين يقوموا بهم الجمعيات كيما هومات من لبناني ولا كيما الفرق الاخرى من الوزن الثقيل برشا. كي نقول لكم الوزن الثقيل معناها تسمع بدي جوز ام بي اي واكس ام بي دبليو ام بي اي موجودين غاديكا، وشاركت فيها انا الموسم الفارط هذايا كانت في الاردن، كانت لاعبين كبار برشا هما اللي عملوا الفرق. فيما يخص التحضيرات ان شاء الله باش تكمل حتى نهار الثلاث، قبل نهار من الديبار نتاعنا اللي باش يكون نهار الاربعاء ان شاء الله الصباح لبنان، غادي باش يكونوا عندنا دو سيونس دونترينمون. ان شاء الله نجم نقولوا على فريق نادي الصفاقسي الى حد الان وصلت 90% من التحضيرات نتاعو، مازالت 10% تعرف الجمعه الاخرى شويه تحضيرات هكا لي ديتاي صغار شويه، وبقدره ربي ان شاء الله نكونوا حاضرين خاطر نعرفوا موسم التسعينيه، واحنا كره السله ما احناش غريب على جماهيرنا ديما نشرفوهم، وان شاء الله قلت ربي رانا ما احناش ماشيين للمشاركه خاطر نعرفوا نادي الصفاقسي ظهر لي من فرق السبور في ميناء عطات هيستوريك كبير برشا، ولازم نعرفوا الشيء هذا. ثلاثه مشاركات افريقيه كيما عندنا زوز بطولات عربيه، ان شاء الله علاش لا نمشوا نحاربوا على اللقب نتاعنا هذا اللي غاب علينا من بعد النهائي نتاع 2002، ان شاء الله علاش لا ما نفرحوش به جماهير نادي الصفاقسي. اللاعبين الكل زاد حاسين بالمسؤوليه كيف كيف. نحب نشكر سي نجم الدين خصيصا ومسؤولين نادي الرياضي الصفاقسي ورئيس النادي على الظروف اللي موفرين لنا الى حد الان. سي ناصر نجاح اللي خدمت معاه في 2014 حارصين على الاشياء هذه، حارصين على اللاعبات باش يكونوا في احسن الظروف. كيف كيف في الستاج كنا في احسن ظروف نتاع فريق نادي الرياضي الصفاقسي نتاع فريق عريق، وبقدره ربي ان شاء الله ما فما كان الخير، وان شاء الله نقعدوا جماهيرنا باش نكونوا في احسن ترتيب، وان شاء الله علاش لا باش ناخذ البطوله العربيه ان شاء الله.